كثيراً ما تقدم الشركات هواتف مختلفة عن السوق لتحاول أن تلفت المستخدمين لتجربة جديدها، وتنجح أحياناً بعض النماذج والإصدارات وتفشل بعضها، وهناك دائماً الأسوأ. وفي هذه القائمة دعونا نذكر لكم بعض الهواتف التي يمكن أن تكون أسوأ الهواتف على الإطلاق. 1. نبدأ قائمتنا مع إرنجايزر P18K، وهو هاتف تم إصداره بداية 2019 ببطارية عملاقة تبلغ سعتها 18000 ملي أمبير وبمواصفات متوسطة، وكانت الشركة تنوي تسعيره ب 599 دولارا، ولكنه بالطبع لم يعجب المستخدمين بسبب حجمه الضخم واستحالة التحكم به بسهولة، ولذلك صنفته بعض المواقع بأنه الأسوأ في 2019. وإلى هاتف أمازون فاير الذي أصدرته الشركة بعد إصدارها لأجهزتها اللوحية بنفس الاسم وشعورها أنه يمكن أن تسيطر على سوق الهواتف الذكية العاملة من نظام أندرويد، ولكن الجهاز لم يكن يدعم خدمات جوجل ولا متجر تطبيقاتها بالإضافة لثقل واجهة أمازون، وقد كانت مواصفات الهاتف عادية وبطاريته ضعيفة وسعره مرتفع مقارنة بالمنافسين، وكل هذه الأسباب أدت في النهاية لخسارة الشركة أكثر من 170 مليون دولار. وثالث هاتف لدينا هو HTC Thunderbolt الذي سوقت له HTC بشكل كبير على أنه أول هاتف يدعم شبكات LTE بشكل حصري على شركة Verizon، وبعد أن اشترى الناس الهاتف تأخرت الشبكات لفترة طويلة قبل أن تعمل بجودة سيئة، وتظهر مشاكل كبيرة في استهلاك الطاقة وتعرض الهاتف لإغلاقات متكررة، الأمر الذي أجبر شركة HTC للاعتذار عن هذه المشاكل فيما بعد. وإلى هاتف بلاك بيري ستورم الذي أصدرته بلاك بيري لتلحق بركب الهواتف العاملة باللمس، وبدلا من أن تقدم شاشة لمسية فالشاشة احتاجت للنقر القوي لتعمل بالإضافة لمشاكل أخرى في البطارية واستقبال الشبكة، وبعض الهواتف التي بيعت قرابة مليون وحدة تم إرجاعها للشركة فيما بعد. ونبقى مع بلاك بيري، ولكن قبل أن تقتنع الشركة بأن التوجه لأندرويد هو الخيار الأفضل لها فقد حاولت إصدار هاتف باسبورت بنظام بلاك بيري وبمواصفات قوية، إلا أن الهاتف فشل في الانتشار بسبب تصميمه الغريب وخصوصا شاشته المربعة التي كانت تعاني من مشاكل في اللمس، وتمسك بلاك بيري بالكيبورد الفيزيائي الذي كان مع الشاشة يجعل الهاتف مستحيلا التعامل معه بيد واحدة. وإلى هاتف فيرتو سيجنتشر تاتش الذي لسبب ما قررت الشركة أن تبيعه ب11500 دولار أمريكي، ورغم مواصفاته العالية وتصميمه الذي كان يتكون من التيتانيوم والجلد الفاخر في الخلف والمواصفات الفنية القوية، إلا أنه بالطبع غال جدا، لذلك فشل بشكل كبير، وهو متاح للشراء حتى يومنا هذا بأكثر من 9000 دولار أمريكي على أمازون رغم إصداره في 2015. وإلى LG التي لم تكن أول تجاربها مع الشاشتين هو ما قدمته هذا العام في هاتفها LG G8 ولا في الشاشة العلوية V10 بل في LG Double Play الذي اعتقدت الشركة أن تصميمه سيعجب المستخدمين، حيث يستخدم بوضعية تشبه اللابتوب بشاشة علوية وأخرى محشوة في وسط الكيبورد، ولكن الهاتف فشل ولم يعجب المستخدمين بسبب صعوبة التعامل معه والكتابة على الكيبورد بهذه الطريقة. وإلى الهاتف الغريب Freedom 251 الذي أعلن مبتكره أنه سيبيعه في الهند ب4 دولارات فقط، وبعد أن دفع كثيرون سعر الهاتف لم تستطع الشركة توفيره لأنها كانت معتمدة على أن تدعم الحكومة هذه الفكرة، الأمر الذي استدعى فيما بعد أن يتم اعتقال الرجل الذي كان خلف هذا الإعلان وإغلاق المشروع وفشل الهاتف. وإلى هاتف مايكروسوفت كين 1 الذي أصدرته مايكروسوفت كهاتف للتصفح والسوشيال ميديا ولمنافسة أندرويد وآيفون بعد أن أنفقت مليار دولار خلال عامين، وفشل الهاتف فشلا كبيرا هو وأخوه الأكبر كين 2، وهذا بالطبع بسبب حجمه الصغير وتصميمه الغريب ونظام مايكروسوفت الذي لم يكن منافسا جيدا لأندرويد وآي أو إس. وأخيرا مع هاتف نوت 7 من سامسونج والذي على عكس معظم الهواتف في القائمة كان بمواصفات ممتازة وحقق شهرة كبيرة ولم يكن فيه مشكلة في المواصفات أو البرمجة أو حتى في الشكل،
ولكنه ببساطة شديدة ينفجر، الأمر الذي أجبر سامسونج على الاعتذار للمستخدمين وسحب جميع الوحدات من الأسواق ومحاولة تصحيح المشكلة دون جدوى. وفي النهاية أعلنت سامسونج أن تكلفة إيقاف إنتاج الهاتف وبيعه كلفت الشركة أكثر من 3 مليارات دولار. وهناك العشرات من الهواتف الأخرى التي تصدرها الشركات لمرة واحدة وتفشل تصاميمها أو أفكارها، فهل جربت هواتف أخرى وشعرت أنها سيئة أو تعاني من مشاكل؟ اذكرها لنا في التعليقات.